مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 من قناة الفجيرة مطلع الشمس. ومثل ما عودناكم من الإمارات 7 وفي تمام 7 نجيب أخبارنا ومواضيعنا ونضمها لكم في ساعة تلفزيونية بنكون معاكم إن شاء الله فيها، ونتمنى نتوفق في تقديمها وننال على رضاكم. مشاهدينا، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة وكالة الإمارات للفضاء لدخولها قائمة البي بي سي الأكثر من 100 مرأة تأثيرا وإلهاما في العالم في 2020. وقال سموه عبر حسابه على موقع تويتر: سارة الأميري على قائمة البي بي سي لأكثر 100 امرأة تأثيرا وإلهاما في العالم في عام 2020. سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح، وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء، وتقود حملة الإلهام للمرأة العربية بأنها تستطيع ولا شيء مستحيل أمامها. وجاءت في قائمة شبكة البي بي سي معالي سارة الأميري، وبالتحديد قيادتها وتأثيرها اللافت في مجال المعرفة، حيث تشغل معاليها حاليا منصب وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة وترأس وكالة الإمارات للفضاء في السابق. شغلت منصب القائد العلمي ونائب مدير مشروع بعثة الإمارات لاكتشاف المريخ مسبار الأمل، وستكون مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ أول مشروع بين الكواكب لدولة عربية، إذ من المتوقع هبوط المركبة المدارية المعروفة باسم هوب بمعنى الأمل على كوكب الأحمر في فبراير لعام 2021 لجمع البيانات عن المناخ والطقس، فيما يشكل قاعدة معرفية جديدة للمجتمع العلمي ولدراسة الكوكب الذي فقد غلافه الجوي منذ زمن. وبحسب الشبكة العالمية قالت معاليها: لقد تطلبت جائحة كوفيد-19 دخول العالم في سكون مطلق، مكننا من التفكير والنمو بشكل فردي، من هنا نحن بحاجة لبذل جهود جماعية ومواصلة نموها وضمان استدامة عالمنا الهش. هذه هي ابنة الإمارات، هذا مثال لابنة الإمارات الذي نعتز به، وهذا مثال لدعم الحكومة لكل فرد على هذه الأرض الطيبة. إبداعات وحضور معاليها لم تأتي من فراغ، لولا أن الحكومة أعطتها المجال ودعمتها نفسيا ومعنويا وماديا ومن جميع الجوانب لم تصل سارة الأميري إلى هذا المستوى وتؤثر على العالم ضمن 100 امرأة على مستوى العالم. سارة الأميري باسم بنت الإمارات موجودة. ربي يوفق الجميع إن شاء الله، وإن فخر وإن السعادة في هذا الإنجاز. مشاهدينا، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أدى السفيران سعادة جمال عبد الله السويدي وسعادة الشهاب أحمد الفهيم أمس الاثنين الموافق 23 من نوفمبر اليمين القانونية سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان. المزيد في التقرير التالي.
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى السفيران سعادة جمال عبد الله السويدي وسعادة شهاب أحمد الفهيم اليمين القانونية سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان. وأقسم السفيران أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكونا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحترما دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤديان وظيفتهما بكل أمانة وإخلاص، ويحافظان على أسرارها. وتمنى سموه للسفيرين السويدي والفهيم النجاح والتوفيق في مهمتيهما، والعمل على تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين دولتنا وكل من سنغافورة واليابان بما يحفظ لبلدنا وشعبنا مصالحها الوطنية العليا، وبناء جسور جديدة بين دولة الإمارات وسنغافورة واليابان. وشدد سموه في معرض توجيهاته للسفيرين على أهمية التزامهما بالقيم العربية والإسلامية النبيلة. من جانب آخر، تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد متمنيا لهم إقامة طيبة ومستقرة في دولة الإمارات، وأكد لهم سموه أنهم سيحظون بكل الرعاية والاهتمام وجميع أشكال المساعدة اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه خدمة لمصالح بلدانهم. مشاهدينا، الآن تقام الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن فيروس كورونا وآخر مستجداته. نبارك لجميع المصلين بإعادة فتح المساجد، وكذلك صلاة الجمعة بالتحديد. نبارك للجميع عودة صلاة الجمعة إن شاء الله من تاريخ 4 ديسمبر، بترجع المساجد وبنرجع نصلي الجمعة. هذا من حرص المصلين والالتزام بالقوانين والشروط التي وضعتها الحكومة بالتباعد ولبس الكمامات وإحضار السجاد الخاص بكل مصلي. الحمد لله رجعت الحياة لطبيعتها شوي شوي، وبداية في المساجد. نبارك للجميع إن شاء الله يوم الجمعة صلاتنا بتكون في المسجد، وبنحضر الخطبة بإذن واحد أحد، وبنسعد بهذا اليوم الغالي. في 4 ديسمبر إن شاء الله بتكون البداية، بننطلق لصلاة الجمعة بإذن واحد أحد. مبارك للجميع، وكذلك الالتزام مطلوب، وإن شاء الله عما قريب سوف ننتهي من هذه الجائحة تماما، وننتهي من هذه الغمامة التي سيطرت على العالم بشكل كبير، ولكن هنا في دولة الإمارات واجهناها وإن شاء الله سوف ننتهي منها. مشاهدينا، قامت هيئة الشارقة للمتاحف بطرح العديد من البرامج الرقمية التي شملت حزمة متنوعة من البرامج بما يتسق مع رسالتها المجتمعية وتوجهاتها إلى تعزيز قدرات جميع أفراد المجتمع وتطوير مهارتهم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة العبيدلي، اختصاصي تعليمي في هيئة الشارقة للمتاحف. حياك الله أستاذة فاطمة ومساك الله بالخير.
مساكم الله بالنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم الصحة والعافية. وقبل لا نبدأ في حوارنا نقول لكم مبروك عودة صلاة الجمعة إن شاء الله دائما، وترجع الحياة لطبيعتها بإذن واحد أحد. وكذلك المتاحف، بدل ما تكون هناك رسائل عن بعد بتكون إن شاء الله عن قرب، وأبنائنا يستفيدون من خبراتكم ومن برامجكم بإذن واحد أحد. طبعا نحمد الله ومبارك للجميع عودة صلاة الجمعة، وإن شاء الله الجميع إن شاء الله تدريجيا يعني نرجع لحياتنا الطبيعية إن شاء الله بإذن واحد أحد. أستاذة فاطمة، قمتم بإطلاق عدة برامج رقمية عن بعد التي تستهدف الأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، حدثينا عن هذه البرامج. طبعا مثل ما تفضلت، سعت هيئة الشارجة للمتاحف لتمكين هاي البرامج. طبعا هاي البرامج نحن مكناها وفقا لاحتياجات المشاركين وللظروف الحالية اللي ياسين نمر فيها بصورة تعاونية وأيضا آمنة بسبب عملية التغيير اللي ياسين نمر فيها. طبعا قمنا بإعداد هاي البرامج الرقمية المبتكرة. قامت الهيئة بتقديم العديد من البرامج الرقمية ما اقتصرت فقط على الأطفال واليافعين، شملت هاي البرامج أيضا كبار المواطنين، الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، الفئات المجتمعية الأخرى. والبرامج هاي كلها كانت عبارة عن ورش علمية، محاضرات فنية وتثقيفية، جولات افتراضية وبرامج تعليمية أخرى. جميل جدا. وما مدى حرصكم على تعزيز قدرات جميع أفراد المجتمع على تطوير مهاراتهم في شتى المجالات؟ طبعا نحن نؤمن أن للجميع حق أن يحصل على التعليم والتثقيف، وخاصة التثقيف المتحفي، وفي خلال أي ظروف ممكن نحن نمر فيها. ونحن من جانب مسؤوليتنا المجتمعية كان واجب علينا أن نقوم بإعداد مثل هاي البرامج وما نقطع الناس، فقمنا بإعداد هاي البرامج والفعاليات، وكانت الحمد لله على أعلى معايير جودة، ونراعي فيها دائما الفروق الفردية والاحتياجات المجتمعية بشكل عام. مثل ما قلت، نعم تفضلي كملي. مثل ما قلت البرامج يعني ما كانت مقتصرة فقط على الأطفال واليافعين، شملت تقريبا جميع فئات المجتمع. جميل جدا. وماذا عن الجهات المشاركة معكم في دعم هذه البرامج؟ طبعا في البداية أنا حابة أشكر، أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم على تعاونهم ومساهمتهم ويانا في نجاح هاي البرامج الرقمية، ودفعهم نحو هذا التغير السريع نحو المستقبل، عشان يتعلمون أبنائنا ويصبحون يعني جيل مثقف واعي بالمتاحف. ونشكر بعد كذلك المراكز المختصة بذوي الإعاقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كان دعمهم كبير من هاي الناحية وكان لهم دور كبير في نجاح البرامج الخاصة بذوي الإعاقة. ممتاز. وما هي مسؤوليتكم المجتمعية في تقديم برامج للأفراد من ذوي أصحاب الهمم والإعاقات الذهنية بالتحديد وصعوبات التعلم؟ نحن طبعاً كهيئة الشارقة للمتاحف نولي أهمية كبيرة عشان نمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات، من خلال أن نوفر لهم برامج وخدمات واستوى جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الهيئة. نحن نقدم لهم برامج رقمية طبعاً تتناسب مع قدراتهم، وبرامجنا هاي شملت الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، صعوبات التعلم، وأيضاً كان في برامج تخصصية للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، وكان في برامج تخصصية للتوحد، وبعد في برامج كانت خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة النفسية. ممتاز. كيف ترون أهمية فتح المجال لجميع الفئات المجتمع للمشاركة في العديد من الأنشطة اللي تقومون بتقديمها؟ نحن مثل ما قلت نحرص دائماً أن نعزز قدرات مختلف الشرائح المجتمعية. طبعاً مثل ما تفضلنا عبر البرامج والأنشطة التنموية والاجتماعية اللي تخدم الأسرة، حتى كبار المواطنين، طلبة المدارس، والفئات الأخرى. ونحن نهدف دائماً أن نرتقي بجودة هاي الخدمات والبرامج، ونهدف بعد أن تستمر مشاركتهم الفعالة ويانا،
من خلال أن نطور هاي البرامج الحالية الموجودة ونواكب التطورات اللي ياسين عيشها حينها. جميل جدا أستاذة فاطمة، يعني من خلال حوارك لاحظت أن هناك شراكة مجتمعية ومؤسسية كذلك معاكم من خلال البرامج، يعني وزارة التربية، مجلس الشارقة للتعليم، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. شو بتخبرينا عن الشراكة المجتمعية وشو أثمرت هذه الشراكة من خلال يعني عملكم في هذه البرامج؟ طبعا خصصوا لنا جزاهم الله خير وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم من البرامج اللي ياسين يحضرونها الطلاب، أن نحن ندخل ببرامج تعليمية مرتبطة بالمنهج التعليمي ولكن لها علاقة بالمتاحف. فكان دورهم كبير أن نتواصل نحن مع المدارس، يقدمون لنا مثلا حصص من عندهم. كذلك مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية قدمنا لهم عدة برامج، يعني تعاونوا ويانا من خلال حصصهم. كان تقريبا بشكل أسبوعي يعني يكون في الجدول أنه برنامج من برامج المتاحف. وكيف قبال الناس والطلاب وأهاليهم وأسرهم على هذه البرامج؟ طبعا لأنه شوية تغيير وخارج عن المنهج، وأنه شيء مثلا تعليمي وترفيهي في نفس الوقت، فالطالب شوي يخرج من مود الدراسة، هي كأنها رحلة يعني بس تكون رحلة افتراضية. وهل هاي الخصوصية فقط في عام 2020 ولا مستمرة؟ والله إن شاء الله نحن شفنا إقبال كبير على البرامج الرقمية، وحتى لو توقفت يعني على عام 2021 وبدأوا يزورون المتاحف، نحن حاطين في بالنا أن يكون في دمج حق الناس اللي حابة أن تستمر على البرامج الرقمية والناس اللي حابينها يعني تكون برامج فعلية في المتاحف. وهل صادفتوا صعوبات في البداية في إطلاق هذه البرامج؟ طبعا الكل واجه في البداية صعوبات لأنه كان شيء جديد علينا، بس مع التعود والاستمرار والتطوير الحمد لله كل شيء ماشي تمام. اللهم لك الحمد، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. كلمة أخيرة أستاذة فاطمة العبيدي توجهينها للمشاهدين والأسر بخصوص هذه البرامج، ماذا تقولين لهم؟ أشكركم أول شيء على استضافتي لأني أتكلم عن البرامج الرقمية لهيئة الشارقة للمتاحف. طبعا نحن ندعم الكل ونوصيهم أن ما نوقف في أي ظرف كان، نحن التعليم عندنا شيء وايد مهم، فنحن مستمرين في التطوير ونحن نسير ندفع عملية التغيير هاي عشان التطورات هاي بعد بتفيدنا للمستقبل. أكيد أكيد. الأستاذة فاطمة العبيد لاختصاصي تعليمي في هيئة الشارقة للمتاحف، شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يعطيك ألف عافية، مرحبا وسهلا. إذن مشاهدينا بنروح لفاصل بنتوقف عنده وبنرجع نواصل معاكم، تريونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومعاكم مستمرين في 7 على 7 بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. وقعت شركة بوسباني جيمز السعودية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها أمس افتراضيا اتفاقية مع استديو الإنتاج الإماراتي لم ترى لتطوير ونشر مجموعة من الألعاب الإلكترونية المستوحاة من أعمال لم ترى، بداية من مسلسل فريج ذو الشعبية الواسعة. وللتعرف على المزيد نتابع هذا التقرير. هذه الشراكة الفريدة تعد أول شراكة سعودية إماراتية لتطوير ألعاب إلكترونية مستوحاة من الثقافة المحلية بمعايير عالمية، ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي الإماراتي في المجال الرقمي والاستحواذ على الحصة التي تحتلها المنطقة ككل ومنطقة الخليج على وجه التحديد في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، وتحويل منطقة الشرق الأوسط من مجرد مستهلك إلى منتج إبداعي قادر على رفد العالم بألعاب جديدة، خصوصاً وأن قطاع الألعاب الإلكترونية يمتلك إمكانات نمو هائلة مع تسارع التطورات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها هذا القطاع.
صرحت معالي نورة بنت محمد الكعبي تعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية أن صناعة الألعاب إحدى الصناعات الإبداعية الناشئة التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادات الدول باعتبارها صناعات مستدامة ذات إمكانات واعدة وتنمو بوتيرة متسارعة عاما بعد آخر. وتمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ثروة من المواهب الشابة المبدعة التي تستضيف الكثير إلى مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وستفتح هذه الشراكة أمام الموهوبين آفاقا تأخذ بيدهم إلى صناعة فن الابتكار والإنتاج والتصميم، وتمكنهم مستقبلا من تأسيس أعمالهم الخاصة وسط بيئة أعمال جذابة. حياكم الله مشاهدينا، ومعكم مستمرين في 7 على 7. انتشرت في الآونة الأخيرة دائرة التنمر الإلكتروني في جائحة كورونا، وسعت الجهات المختصة وخط الدفاع الأول لتوجيه أولياء الأمور بتوعية أبنائهم عن خطورة التنمر الإلكتروني ومكافحة المتنمرين. وفي هذه اللحظات تنضم إلينا في الاستديو المحامية موزة مسعود، حياك الله أستاذة. أهلا، ويعطيك ألف عافية. مرت عليك قضايا أكيد في جائحة في هذه الفترة من هذا في هاي الدائرة وبهذا الخصوص؟ هي تمر علينا قضايا مثل هاي النوع، وبعد تمر علينا أحداث اللي نشوفها سواء في دولة الإمارات أو في العالم بشكل عام، لأنه الموضوع مش موضوع خاص بعدنا يعني. نعم. ذا موضوع التنمر ذا عالمي بشكل عالمي. جميل. يعرضون الطلاب دائما أو يتعرضون للتنمر سواء كان في التعلم أو حتى عن طريق ألعابهم أو عن طريق التواصل الاجتماعي، فما هي القوانين التي شددت عليها دولة الإمارات بهذا الخصوص؟ في بالنسبة لدولة الإمارات في الآونة الأخيرة تقريبا من 10 سنوات شددت على مثل هذه، انتبهت أنه هناك في زيادة مثل هذه الأفعال سواء في المدارس أو في الجامعات أو لين الناس البالغين سواء في العمل أو حتى في الأسرة بشكل عام. فبدت تحطي قوانين على أساس أنه تحد مثل هذه الظواهر، لأن إحنا لو جينا رجعنا للتنمر، التنمر الأول في البدايات، بداياتنا إحنا سواء كذا يعني في السبعينات، تلاقي أن التنمر بشكل تقليدي اللي هو سواء باللفظ أو سواء بالفعل. فكان الأمور تنحل بشكل بسيط، سواء تنتبه لها المدرسة أو ينتبه لها أولياء الأمور، لأنه كانت الجيرة والناس والعادات بحكم وتقاليد. فكان الموضوع بشكل خفيف بس هو موجود بشكل، لكن الحين في الآونة الأخيرة طبعا على أساس أنه الانفتاح المستمر، الشيء الثاني على أساس أنه أصبح التكنولوجيا متوفرة في إيد حتى الطفل اللي عمره 3 سنوات، فأصبح بهذا الشيء أنه هذا ينتشر أسرع من التنمر اللي هو التقليدي زي ما احنا نسميه. نعم. فبدت أن دولة الإمارات وكثير من الدول يلاحظوا أنه هذا الشيء اللي يتعرض له الطفل أو يتعرض له أي شخص سواء بالإيذاء الفعل أو القول، أنه هذا مو مش يأثر بس عليه في الوقت الحالي ولكن يمتد معاه سنوات طويلة. فبدأ يحطوا قوانين، يحطوا مراسيم، يحطوا أشياء تحد من هذا التصرفات. بدت التوعية تنتشر، بدت هناك في ثقافات أنه لازم نوعي أولياء الأمور قبل ما نوعي الأطفال نفسهم لمثل هذه التصرف. بالنسبة لدولة الإمارات في هناك مرسوم، قانون مرسوم رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفيه نص المادة 21 نصت على أنه في عقاب يتعاقب الشخص سواء بالحبس مدة 6 أشهر يعني ما يقل عن 6 أشهر، وبالغرامة أو بإحدى هذه العقوبتين، والغرامة ما أتقل عن 150,000 ولا تزيد عن 500,000. وإذا كان التنمر هناك فيه زيادة مثلا على أساس أنه تعرض له الشخص بانتشار صوره أو بانتشار أو أساء له بذي، قد تكون العقوبة أكثر من الحبس مدة 6 أشهر، تصل لين لا تقل عن سنة، وتزيد طبعا الغرامة اللي هي كانت 150 أصبحت 250 ولا يعني ما تزيد عن 500,000. فهنا أصبحت أنه الجهات أو القانون
أصبح هناك في وعي كافي لديهم على أساس أنه هناك في تنمر يحصل سواء في المدارس أو سواء ضد أي شخص يتقدم أنه هو فعلا تعرض بالتنمر. جميل. أنا كنت أبغى أسألك أن الأطفال هم الفئة الضعيفة ما بيننا نحن كبشر، كيف يتم حمايتهم من العنف سواء في المدرسة أو حتى خارج المدرسة، وبالتحديد من ظاهرة التنمر المباشر لهم؟ يعني هناك تنمر غير مباشر اللي يأتينا على التواصل الاجتماعي، وتنمر مباشر اللي نلقاه في المدرسة وخصوصا في أوقات الإجازات والفراغ اللي يعيشون الأطفال. كيف نقدر نحمي الأطفال؟ كيف نقدر نحمي هذه الفئة؟ أول شيء على أساس أن نحمي هاي الفئة، إحنا ما بني على أساس أنه وقت الفعل نفسه أساس نحميهم، لازم تكون في وقاية قبل، وقاية. جميل. من هذا الشيء الوقاية تكون من الأسرة نفسها. الأسرة لازم يكون عندها الوعي الكافي أنه هذا الشيء التصرف، أول شيء راقبوا تصرفاتهم هم، لأنه هذا وصبتي. الطفل صح. الطفل اللي بيتنمر على أطفال من سنه أكيد هذا وين اكتسب هاي العادات أو وين اكتسب هاي الأفعال؟ أكيد من الأسرة نفسها. نعم. أو حتى من الإخوان أو حتى من 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 الخدم الموجودين. فإحنا اللي نطلبه على أساس أن إحنا قبل ما نبتدي للعلاج نعرف السبب، نعرف من وين جاء هذا الطفل على أساس يتنمر على غيره. بالضبط. قد يكون هذا الطفل اللي هو يتنمر على غيره قبل أنه حاصل لي مثل هاي الأشياء، أنه فعلا حصلت لي ضغط نفسي وحصلت يتنمر عليه، عشان كذا هو اكتسب هذه العادة بشكل غير مباشر، أو تكون من ردة الأم والأفعال اللي في الأسرة، أو تكون من الجيران، أو حتى تكون من مدرسة. فإحنا على أساس أن إحنا نوصل لحل وعلاج، أول شيء الحل والعلاج ما بيكون على أساس أنه نعالج الطفل اللي حصل للتنمر، الطفلين اثنين يحتاجوا لعلاج. الأول على أساس تعديل سلوكياته. نعم. ايوه، وهذا اخطر من الاولاني اللي هو تعرض، لان اللي تعرض خلاص احنا عارفين الشخص منو اللي تعرض لهذا اللي اصابه بهذا التنمر. ولكن بالنسبه لنا الطفل الثاني قد يكون هو عنده حاسيس ومشاعر وعنده حاله كره وحاله عدوانيه، حالة أشياء داخل، فإحنا ما بننظر للأطفال بس اللي هم تعرضوا، فالمفروض أنه اللي يحتاج للعلاج هم الطرفين اثنين، سواء المتعرض للتنمر واللي تنمر. قد يكون هذا اللي تنمر محتاج فعلاً للعلاج وتقويم سلوكه سواء في الأسرة سواء في المدرسة، على أساس أنه هو يكون فرد صالح. الطفل الثاني اللي تعرض للتنمر قد يكون هذا التنمر هو حس فيه، ممكن أنه هو يرد هذا التنمر بطريقة لما يكبت 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 بعد كذا ينفجر، أو قد أنه هو يكون يعاني في صمت يسكت، ما يحاول أنه لا يكلم أهله ولا يكلم المدرسة، زي ما نقول يعاني هذا الطفل في صمت تام، يدخل في عزلة تامة. أيوة. وفي حالة نفسية صعبة. أي حالة نفسية جداً. فهذا فعلا يأثر عليه نفسيا وبدنيا، قد يؤدي هذا الشيء إلين يا أما انفجار يا أما أنه يلجأ للانتحار أو يلجأ لطريقة ثانية، طرق ثانية. نعم. طيب اللي يتنمر من قبل والديه أو أحد والديه، يعني الأطفال، في أطفال كثير ما تنمروا من أهاليهم، من حتى أعمامهم، من خوالهم، من عيال أعمامهم، من المسؤولين عليهم. يعني مرت قضية علي أن شخص يتيم، طفل يتيم، كانت أمه تتنمر عليه وخالة يتنمر عليه بشكل لدرجة أن اليوم صار من أشهر المجرمين عندنا على الساحة من وراء أمه وأبوه. فمثل هذه أمه وخالة الله يرحم أبوه، من المسؤول عن هذا الطفل؟ من يحمي هذا الطفل؟ ترى أساس كذا إحنا نقول إنه اللي هو اللي تعرض للتنمر سواء من الأسرة لازم يكون في رادع. أول شيء توعية، لازم يكون هناك في توعية تامة لأن هذه الأسر، على أساس أنه قد يكون هذا التصرف الأم أو الخال أو أي أحد أفراد الأسرة اللي تصرفوا من وجهة نظرهم هو تأديب، من وجهة نظرهم هو تقويم، من وجهة نظرهم أنه لا يعاقب عليه القانون. ولكن لازم إحنا ننظر لين أنه قبل ما إحنا ننتج قوانين أو نأخذ بهذه القوانين، هناك في شريعة إسلامية أصلاً، الشريعة الإسلامية رفضت أنه الإنسان يعتدي على الإنسان الثاني سواء بالقول أو الفعل. نعم. فالمفروض أنه هذه تكون مبادئ مؤصلة في الأسرة نفسها. صحيح. على أساس أنهم هم الكلمة أنت اللي بتقولها للطفل، هاي الكلمة أنت ممكن تنظر لها أنها هي شيء بسيط. بالضبط. ولكن قد أنه هذا الطفل يعاني منها،
سنوات. هذا الشخص قال لي هذه الكلمة أو شو كان يقصد أو كذا. فالمفروض أن احنا نتابع أقوالنا، نتابع أفعالنا، نتابع تصرفاتنا في الأسرة. فالطفل ذا اللي عانى سواء من أمه أو من أحد أفراد أسرته، بالنسبة إليه هو معاناة، معاناة قد تكون بصمت، قد ينتج عنها هناك عدوانية شديدة، قد ينتج عنها العكس، أنه هذا الشخص يتمرد على نفسه، يتمرد على أسرته، يتمرد على مجتمعه، صارت ردة فعل عكسية، يطلع فعلاً إنسان غير سوي وإنسان غير صالح في المجتمع، وموصوف أنه هو مجرم. وبالنسبة للأم والخال أنهم هم ما عارفين حتى أنه بسلوكهم هم اللي وصلوا هذه النتيجة. عشان كده إحنا نقول الأول الأساس هي الأسرة. ليش دائماً إحنا نحط دائماً الأسرة؟ الأسرة لأنه هي النواة، هي الطفل اللي ينولد فيها. صحيح. طبعاً الأسرة هنا مسؤولة عن التنشئة المبدئية، لأن هذا الطفل بحسن سيرته وحسن سلوكه وتعلم المبادئ والأصول التربوية السليمة. نعم. بعد كذا ينتقل المرحلة للمدرسة، فالمدرسة هنا تشل تكمل الحلقة اللي بدتها الأسرة، بعد كذا يطلع إلى المجتمع بشكل عام. فإحنا في المراحل هذه دائماً إحنا نقول الأسرة الأول والمدرسة عليها الحمل الكبير على أساس إن الأطفال. إحنا في أطفال كثار يعانوا في المدارس، خصوصاً المدارس اللي هم الابتدائي اللي عمرهم 6-7 سنين. نعم. فإحنا دائماً نقول للمدارس أول شيء يكون فيه كاميرات مراقبة، يكون فيه مراقبة ذاتية دورية، يكون فيه توعية لين المدرسين، لأنه قد يكون هذا المدرس نفسه التجأ لهذا الطفل تعرض للتنمر وما ساعده أو ما انتبه أو ما سمعه. أنت لما أنا أحس أني أنا مقهور، أنا اليوم تعرضت لإهانة، تعرضت لسخرية في الصف نفسه، أنا اليوم ولجأت للمدرس، المدرس ما اهتم لي أو ما خض مسألة بشكل جاد أو ما أحس أني هاي تأثر علي، فهنا صارت هنا صار هنا يعني الموضوع اكبر من الطفل نفسه، انه اللي لجأ اليه ما سانده، ما وقف معه. فلازم تكون توعيه حتى للمدرسين نفسهم. بالضبط. استاذه موزه، يعني بشكل سريع، ان احنا اليوم لما نتكلم عن التنمر اللي حصل عن بعد في هذه الجائحه، خصوصا باللفظ ما بين الطلاب، هذه كيف نقدر نعالجها ونقضي عليها؟ طبعا بالدرجه الاولى الاسره، ولكن قانونيا ما شو نقدر نتكلم بها؟ بالنسبه للقوانين لازم تعرف انه الاسره او المدرسه انه هناك في قانون، سواء اذا الولد تعرض للتنمر تكون في اجراءات متبعه في المدارس، هذه معروفه. نعم. انه الاول الولد انه هو يشتكي، بعد كذا ينفتح قبل ما يكون لين القانون، لازم يكون في اجراء من المدرسه يحصل، انه اولياء الامور يبحثوا الحاله، حالتين، حاله الولد اللي تعرض للتنمر. نعم. وحاله الطفل اللي اسباب انه التنمر، لان احنا ما بنعالج هذا الشخص، لانه هذا المتنمر مش بيتنمر على شخص واحد، اليوم احنا بنعالج هذا الشخص ولكن هو يزيد، فاحنا نبحث هذه الحاله، بحث الحاله، اسبابها، قد يكون فعلا يتيم مقهور، قد يكون انه فعلا في بالنسبه لين اسباب الطلاق والخلافات الاسريه، قد يكون انه يتعرض لين هنا في ابتزاز مثلا من جهات اخرى، او يكون فعلا في من الخدم او من اي جهه اخرى. هذا بالنسبة إلينا المدارس. فالأول إحنا اللي نطلبه يكون هناك في تحقيق مباشر مع على أساس بحث مع الأولياء الأمور ومع الحالتين. بعد كذا يتوجهوا إذا كان تكرر، لأنه التنمر مش تنمر يوم واحد، هو فعل متكرر مستمر. صحيح. مستمر من الجاني نفسه، إنه هو يكرر هذه الأفعال اللي يعملها ضد الأطفال الآخرين. ففي الحالة هذه لازم يعرف أنه هناك في قوانين تردع مثل هذه الأمور، وأنه هذه الأمور تأثر عليه سلبياً على الشخص المتنمر، وتأثر سلبياً على الشخص المتلقي لهذا التنمر، سواء بالفعل أو باللفظي زي ما احنا قلنا. جميل. يعني هي بالدرجة الأولى مطلوبة ثقافة الأسر وأولياء الأمور. لازم يكون عندهم وعي بالمخاطر هذه، لازم يكون عندهم وعي بالجرم اللي يقومون به الأطفال بدون ما يدرون. يعني هاي شغلة مسألة مطلوبة جدا. الأستاذة موزة مسعود المحامية المتألقة وزميلتنا وصديقتنا في 7 على 7، الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق، والله يبعد عنك هذه القضايا إن شاء الله. يا رب العالمين. شكرا لك. أهلا وسهلا.
مشاهدينا، أطلقت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 حملة عيشي بلادي، وذلك بهدف توحيد الجميع من خلال دعوتهم لتصوير أنفسهم وهم يؤدون النشيد الوطني. وتم إطلاق صفحة مخصصة ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالاحتفال الرسمي UAE National Day.ae، يتضمن تعليمات حول كيفية تسجيل الفيديو، وكما يمكن للراغبين إرسال تسجيلاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحتفال الرسمي @OfficialUAENDY على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. وللمزيد نتابع التقرير التالي. بابا، انت عارف تقول عيشي بلادي؟ بتردد وياي؟ قول عيشي عيشي بلادي عيشي بلادي عيشي بلادي عاش عاش اتحاد اتحاد اماراتنا اماراتنا عشتي عشتي لشعب عشتي لشعب دينه 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 الإسلام الإسلام هديه هديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن. فيلم غريب هو فيلم قصير يجسد قصة حقيقية، حاز الفيلم على العديد من الجوائز الدولية وما زال مرشح لجوائز ومهرجانات أخرى. وللحديث عن الفيلم بتفاصيل أكثر نرحب بالحائز على جائزة أفضل ممثل رئيسي بالفيلم الفنان محمد الأمين. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. مبروك، ألف مبروك الجائزة. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. الله يسلمك. إحنا بنشوف فيديو وبنرجع مرة ثانية وبندردش على راحتنا، نشوف البرومو هذا مع بعض وبنرجع. إذا مشاهدينا ننتقل للبرومو ونرجع لكم. أنا اسمي أمير حسين، عندي 34 سنة. أنا تجوزت غصب عن أهلي. لا 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 يا مدام علي، ده ملوش علاقة أبداً بالكفر. زي ما تحب والله، زي ما تحب. طب في الحالة دي أنا أحتاج منك التقرير ده. أستاذ أمجد، دكتور في التظاهر. رايح فين يا عم الفيين؟ الله يعطيك ألف عافية، وباسم مشاهدينا وجميع من يتابعنا نرحب بك مرة ثانية أخوي محمد أمين، ومبارك لك في الجائزة. الله يبارك فيك. وين حصلت الجائزة؟ الجائزة دي في مهرجان في إنجلترا في مانشستر اسمه بروجي فيلم فاستيفال. ده مهرجان سنوي بيتعمل كل سنة للأفلام القصيرة من جميع أنحاء العالم. والله احنا لما قدمنا في المهرجان ده ما كانش عندي اي تخيل ان احنا مش هناخد جايزه، ان احنا هنخش كاختيار رسمي او اوفيشال سيليكشن لنظام المهرجانات. بس لما لقينا ان في اوفيشال سيليكشن وبعديها بكام يوم جانا ايميل من المهرجان ان احنا انا مترشح لجائزه احسن ممثل رئيسي، ومعانا في الفيلم زي ما الناس شافت في التريلر الدكتور محمود اللي هو عامل دكتور برضو في الفيلم، ومدام عايده اللي طالعه في دور والدتي في الفيلم، هما كمان الاثنين مرشحين لجائزه احسن ممثل مساعد، وبوستر الفيلم كمان مرشح لجائزه احسن بوستر في المهرجان.
فكان بالنسبه لنا يعني حسينا فعلا لما تعبنا احنا بقالنا كتير جدا بنشتغل على الموضوع والحمد لله رب العالمين ان في الاخر بنحس ان تعبنا بيكلل بحاجه كويسه يعني. التاليف لمن؟ التاليف لزميلتنا منى المحمودي، واحده من المؤلفين الشباب. نعم. وموهوبه بالفطره من زمان وما شاء الله عليها يعني، من بعد ما بدات معانا على طول جالها بقى فرص كتير في اعمال في مصر واعمال موجوده في الامارات. الله يوفقك. والاخراج لرامز ادم، رامز هو مصور والمخرج للفيلم. نعم. ومعانا طبعا يوسف فريسكا وهو مدرب الممثلين، وده اللي كان على عاتقه الحمل الاكبر ان هو يقدر يدرب الممثلين عشان يجسدوا فكره حقيقيه او قصه حقيقيه حصلت، ازاي تتعمل بشكل سينمائي من غير ما تكون تضايق اهل الشاب اللي احنا جسدنا قصته او اصحابه او الناس الموجودين. فبصراحه كل الناس اللي في الفيلم تعبوا تعب مش طبيعي عشان يقدر الفيلم يوصل للمكان ده. الحمد لله. الحمد لله. نرجع شوية للبدايات، نتكلم مع محمد الأمين عن بداياته. هل بداياته كانت في الإمارات ولا في مصر؟ بصراحة يعني أول ما بدأت في موضوع التمثيل بدأت كنت في مصر في سنة تقريبا 2005. كان أيام الجامعة بقى والشباب بقى اللي هو بيحب الجامعة وبيحب المسرح هو. نعم. وعملت عرض مسرحي ساعتها، وكان المفارقة يعني أنا عملت عرض لدور رجل عنده 70 سنة وانا كان عندي ساعتها 18 سنه او 19 سنه وسبحان الله اخذت جائزه احسن ممثل في العرض رغم ان هو كانت مسرحيه كبيره. فحسيت لا، طب ما انا في حاجه كويسه ممكن اقدر اشتغل عليها. نتيجه الظروف في الجامعه، انا كنت في كليه الصيدله جامعه اسكندريه، فيعني انا كنت شويه بعيد عن الدراسه في المجال الفني، فطبعا بعدت شويه عن الموضوع. وصراحه لما رجعت الامارات في 2011 بقى لي تقريبا 9 سنين في الامارات، يعني مش عايز اقول ان انا جيت في بلد غريب يعني، العمر كله ان شاء الله عندنا ربنا يخليك بجد. ده اللي انا لقيته في الامارات. الامارات بتحتضن فعلا المواهب وبتدعم ايا كان مين عنده موهبه، مش مهم بقى انت جنسيتك ايه او دينك ايه او لونك ايه. ده يمكن صعب يعني تلاقيه حتى في بلاد اجنبيه كتير، انا سافرت بلاد كتير بس ما لقيتش ده في بلد غير الامارات. الإمارات فريدة في كل شيء بالضبط يعني الإمارات غير يعني مش فالحمد لله يعني لقينا الفرصة هنا عن طريق ورش فنية قدرنا نحضرها، ورش تمثيلية، صناعة أفلام يعني، وكل ده كان حتى مدعم معمول من الدولة لتنمية المواهب الموجودة على أرض الدولة سواء أنت إماراتي أو أيا كان جنسيتك إيه. فمن هنا للإنسان وليس لجنس. بالضبط للإنسان وليس لجنس. بالضبط. نعم. فأنا يعني بحمد ربنا وبعتبر نفسي أنا محظوظ أن أنا يمكن حلمي واقف شويه في مصر نتيجه الظروف اللي كانت موجوده في دراستي وكده. نعم. بس وما توقعتش في يوم ان انا هرجع اكمل تاني، وسبحان الله لما رجعت جيت الامارات حسيت ان انا الفرصه بتتخلق تاني. بدات في مجال اعلانات، عملت اعلانات لاكثر حتى من منظمه حكوميه. نعم. عملت لشركات كتيره موجوده، عملت حاجات كتير، وبعد كده من هنا بدات اخش بقى في مجال اللي انا اقدر اعمل افلام قصيره، فده يعتبر الفيلم الثالث او الرابع الفيلم ليا، فالحمد لله رب العالمين. الله يوفقك إن شاء الله. ربنا يخليك. الإضافة اللي حققها لك هذا الفيلم كفنان عربي على أرض دولة الإمارات العالمية، شو هي الإضافة اللي أعطيتها؟ ده سؤال صعب صراحة يعني أنت بتسألني سؤال مركب كده. بص أنا هجاوبك بصراحة، يعني زي ما أنا قلت هو إجابة سؤالك هتبقى على أكتر من جزء. الجزء الأولاني إن أنا كفنان اللي أنا عملت حاجة بعيدا عن الحاجات الترندز الموجودة النهاردة في السوق، لأن معظم الترندز موجودة في السوق النهاردة تورتس الكوميدي وتورتس يعني بحسها شوية فيها إسفاف. فكان فارق معايا أعمل حاجة فيها فاليو تتقدم. صحيح. فلأنا أقدم قصة حقيقية لشاب، وشاب ده انتهت حياته بالانتحار نتيجة مرض الاكتئاب، فإزاي أنا أقدر أجسد الشخصية دي والناس تقتنع فعلا أن أنا مريض الاكتئاب. فده كان صعب جدا. فعلى المستوى الشخصي داود في مهاراتي التمثيليه ان انا ازاي اقدر اعيش قصه حد حقيقي، مش كلام بس مكتوب على ورق. نعم. على مستوى الامارات ان كان ليا الفخر ان الفيلم ده يتصنف في اكثر من مهرجان عالمي كاول فيلم عربي يخش في النهائيات وفي المنافسات، ودايما بيخش باسم الامارات لان الفيلم صنع في الامارات. نعم. فدايما بتنسب للامارات ان انا قدرت اعمل ده. بلدكم ومكانكم. بلدكم ومكانكم. الله يسلمك. فعلا مش هقول بلدي التاني، لا هي بلدي زي مصر، لان انا عشت هنا 9 سنين من حياتي اللي حياتي اتغيرت فيهم من مرحله الشباب، وانا لسه شباب بس لمرحله شويه اللي انا كبرت وبقيت في مرحله الماتيوريتي ومسؤول وحاجات كده. فالامارات فعلا بلد في ظهر كل حد فينا، يعني انا عمري ما حسيت ان انا غريب. وانتم المصريين لكم قيمه خاصه عندنا، واحنا بنحس ده بالعكس على فكره كمان، ان انتم كمان كاماراتيين بالنسبه لنا مقربين. ما بحسش عمري، انا ليا اصحابي اماراتيين كتير وعمري ما حسيت ان انا غريب بجد. الله يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. انت شاركت في اكثر من فيلم ولكن. أيوة. يعني
تكلمنا عن الافلام قبل الغريب المشاركاتك السابقه فيه. تمام. بص هو انا شاركت في اولا كاريري كله كان اتجاه مجال الاعلانات. انا عملت اكتر من 50 او 60 اعلان لكل الشركات العالميه, مش هنقول طبعا اسماء الشركات على الهواء عشان ما تبقاش اعلانات. نعم. يعني وبعد كده شاركت في فيلم اسمه ست الودع مع زميلي اللي هو مدرب التمثيل في فيلم غريب, كان هو عامل فيلم شاركت معاه. وشاركت في فيلم تاني مع الجامعه الامريكيه كان اسمه اشو داون ان بوليفيان, كان فيلم بالانجلش واخدنا جائزه وتعرض في سينما من السينمات الكبيره في دبي, وده كان برضو بالنسبه لي دفعه للامام ان احنا بنعمل حاجه بنقدر نقربها. شاركت في فيلم تاني عن الهوملس, الناس المشردين اللي عايشين, مع مخرجه اماراتيه اسمها فاطمه. فاطمه كانت من الناس اللي بتفكر تعمل حاجه ليها قيمه, تتكلم عن المشردين الموجودين في الشوارع وإزاي نقدر نساعدهم. فأنا كان فيلم تطوعي وعملته والحمد لله برضو أخد جايزة في مهرجان في إنجلترا في اسمه ليفت أوف. شاركت عملت مسلسل كان في رمضان اللي فات, وده كانت فكرة جديدة من نوعها يكون مسلسل على السوشيال ميديا, لأن النهاردة السوشيال ميديا بقت أكتر بكتير من الناس ما بتتابع التلفزيونات. نعم. كان عبارة عن مشروع لكل المواهب اللي موجودين أيا كان جنسيتهم, كان كل حلقة ليها مجموعة من الممثلين بيشاركوا فيها وبنتكلم في مشكلة اجتماعية زي مثلا خليك ورا حلمك. كانت حلقات متصلة, حلقات منفصلة. منفصلة منفصلة, كل حلقة بموضوع بس كلهم بنفس الفكرة اللي هي فكرة الأبيض والأسود في حياتنا, إن أي حد بيجي في قرار بيقف قدام طريقين, هل همشي في الطريق الأبيض هل همشي في الطريق الأسود, وأنت صاحب القرار. حتى المسلسل كان اسمه يا أبيض يا أسود, فكان في مشاكل كتير. وكان الميزه ان احنا قدرنا نجمع مجموعه كبيره من المواهب, لان كل حلقه ليها كرو كامل, كرو كامل ممثلين, مؤلف, ايفن حتى مخرج. يعني كنا بنقدر نساعد الناس, وده طبعا ما كناش هنقدر نعمله من غير ان احنا عندنا زي ما بنقول الباك اب او الظهر. نعم. احنا حتى المعدات اللي كنا بنستخدمها كنا بناخدها عن طريق تقديم طلب لمدينه الانتاج بالامارات, فكانوا بيسبورت اس, بيدعمونا, بيدونا الاجهزه اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نصور. والحمد لله كان ناجح جدا, وحتى الناس طلبت ان احنا نعمل حلقات تاني, بس طبعا ضيق الوقت كان صعب لان الموضوع بياخد وقت كتير. من الطبيعي البدايات دائما تكون صعبه وفيها تحديات, فمع بدايات محمد الامين والصعوبات اللي صادفها شو بيقول لنا؟ والله بص, يعني الموضوع كان فيه شقين بالنسبه لي. الشق الاولاني ان انا كانت دراستي بعيد عن هوايتي او عن الحاجه اللي انا نفسي اتميز فيها, فكان اللي انا اقدر انسق بين الوقت ده والوقت ده كان صعب جدا. وحتى ايفن لغايه النهارده انا بشتغل, عندي شغل, وفي نفس الوقت بجري ورا حلمي, زي ما انا سميت حلقه من حلقات المسلسل اجري ورا حلمك. نعم. ان انا عايز اوصل لحاجه, عايز احقق الباشن اللي جوايا, فده بيبقى صعب جدا ان انت تقدر توازن بين حياتك الخاصه وحياتك المهنيه والحياه اللي انت نفسك تعيشها ونفسك تعملها, وما تقدرش تخل باي حاجه فيه لانك انت مسؤول, والمسؤول لازم يكون قد المسؤوليه دي. نعم. فدي حاجه صعبه جدا بالنسبه لي. الحاجه الثانيه ان انت تقدر تعمل حاجه ليها قيمه, والحاجه دي لما الناس تشوفها تحس ان هم اتعلموا حاجه او استفادوا حاجه, بعيدا عن الاسفاف او بعيدا عن الحاجات اللي بيسموها النهارده الترند. او انا مش بدور صحيح. على ترند, انا بدور على حاجه لما اقدمها فعلا لما حد يشوفها يقول اه تصدق احنا ما كناش فاهمين ان مرض الاكتئاب عباره عن كده, احنا فهمنا ان الموضوع ملوش علاقه بالدين او الصلاه, ده مرض زيه زي مرض السكر. كل دي كانت رسائل كانت فارق معايا جدا ان انا اقدمها, فده بيمثل لي صعوبه لا تتخيلها ان انا اختار موضوع. يعني حتى ده في الفيوتشر بروجكتس, انا شغال دلوقتي على فيلمين ان شاء الله هيكونوا موجودين, والفيلمين مش فيلم قصير بقى, فيلمين كبار طوال. ان شاء الله في فيلم منهم مع انتاج شركه اماراتيه, مش هقدر اتكلم عنه لان هم مانعين احنا نتكلم عنه, هيكون لشباب كتير من جنسيات مختلفه في فيلم واحد, فان شاء الله ده هيكون قريبا. وفي فيلم تاني مصري هيتصور في الامارات مع حد من السوبر ستارز المصريين, وان شاء الله برده هيكون ليا دور معاهم فيه, فيلم طويل برده فمش هنقدر برده نقول هو مين, بس فده برده كان فارق معايا جدا ان انا حتى لما اعمل حاجه حتى لو دور صغير ان يكون ليها شكل ومعنى, مش عايز بس اكون في اسفاف او في اي كلام او حاجه بلا معنى عشان بس ابقى ده محمد امين اللي بيطلع على السوشيال ميديا, ده محمد امين. يعني ده ما كانتش الهدف بتاعي خالص, فده صعب ان انا اخد قرار ان انا اعمل حاجه زي كده. جميل جدا. في اقل من دقيقه يعني انت جريتني الى سؤال, اني بقول لك كيف تم اختيارك في فيلم الغريب؟ بصراحه فيلم غريب تم اختياري عن طريق المؤلفه اللي ألفت الفيلم اللي هي منى المحمودي. هي كانت الفيلم ده مكتوب لقصه شاب انتحر في مصر فعلا, اللي هو نط من فوق برج القاهره.
يمكن الناس كتير سمعت بالقصة دي. فإحنا خدنا القصة عشان نوصل إن هو قد إيه الموضوع ده صعب. فهي لما عملت الموضوع ده ما أعرفش شافتني ليه أنا أقدر أمثل دور رغم إن أنا معروف عني إن أنا يليق عليك الانتحار ما شاء الله يعني. بس في الفيلم مش هنقول هو انتحر ولا لأ، لأن الفيلم شوية مختلف عشان إحنا مش عايزين نكبر فكرة الانتحار أو فكرة القتل أو الكلام ده. لا الفيلم الناس لما تشوفه إن شاء الله هيبقى ليه شكل مختلف. فهي اللي عرضت عليا قالت لي، كانت شافت حلقات المسلسل اللي كنت بعملها بتاعت ابيض واسود وقالت لي طب ايه رايك الفيلم ده. فلما قريته قلت لها بصراحه يعني انا بحب اطلع دايما في دور الايه فرانكلي بصراحه، الجان اللطيف الشاب. عيش عمرك يا اخي، عيش عمرك ليش لا. فكان صعب، كانت تجربه صعبه وبصراحه تعبت ان انا قعدت مع دكاتره نفسيين وعشان افهم يعني ايه مريض شخصية مركبه فعلا يعني. والحمد لله يعني طلع الناس اللي شافت الفيلم او المهرجانات اللي دخلناها الحمد لله كان الصدى كويس عليها، وقريبا الناس هتقدر تشوفه في مهرجان. هيكون في عرض موجود طبعا ديوتو الظروف الموجوده، هيكون فيرتشوال اونلاين ان شاء الله، هيكون من 5 ل 12 ديسمبر. ده اول مره اقولها، حتى لسه ما حصلش بوستنج على السوشيال ميديا. من 5 ل 12 ديسمبر هيكون مهرجان في امريكا. لسه النهارده الصبح جاي لنا الخبر ان احنا اختارونا للمهرجان رسميا، وهيكون العرض اونلاين. الناس كلها تقدر تتفرج على الفيلم، الناس اللي كانت بتسالني الفيلم تشوفه فين ان شاء الله. الله يوفقكم الله. محمد امين الله يعطيك الف عافيه، سعدت انك انت موجود واعطيتنا هذه الجرعه الايجابيه في التمثيل. اشتقنا للممثلين ونشوفهم. موفق ان شاء الله. شكرا. وشكرا لك. يعطيك شكرا. الف عافيه. مرحبا وسهلا. اذا مشاهدينا وصلنا للختام، نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم 7 على 7. لذلك الوقت نتمنى لكم كل الصحه والعافيه والسعاده. مع السلامه.